لمزيد من التفاصيل انضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول العقيد احمد الحمادي الخبير العسكري السوري. اهلا بكم سياده العقيد. الى استوديو رافدين، تهديد ميليشيا حزب الله بالبقاء في سوريا وخصوصا بعد الاتفاق الذي جرى حول ادلب، كيف تقرا هذه التصريحات وما الذي يعني حسن نصر الله؟ السلام عليكم. يعني حسن نصر الله والميليشيات الايرانيه وايران سيخرج من سوريا صاغرين، وما هذا الخطاب الذي ألقاه حسن نصر الله والذي قال بأننا باقون حتى إشعار آخر، أتوقع بأنه يعني يعبر عن خيبة أمل من الاتفاق الذي جرى بين تركيا وما بين روسيا كون إيران خارجا في هذا الاتفاق. لذلك قال بأن الحكومة السورية هي صاحبة المشورة وهي التي من خلال العلاقات ما بين حسن نصر الله أو حزب الله وما بين سوريا بالبقاء أو عدم البقاء. نعم، يعني بعد إسقاط الطائرة الروسية في سوريا على يد قوات النظام، كيف ستتعامل روسيا مع الميليشيا الإيرانية وميليشيا حزب الله التي يبدو بأنها تعوق مخططات احتواء الأزمة في سوريا؟ دائما كانت إيران وميليشياتها هي عامل مثبط لأي اتفاق، وهي دائما تعمل على إذكاء نار الفتنة وخاصة الفتنة الطائفية التي دخلت على أساسها. يعني إيران وحزب الله والميليشيات الإيرانية والتي تدعمها إيران من فاطميون وزينبيون جاءوا إلى سوريا بذريعة حماية المقدسات الشيعية، هذا ما يدعونه. أما إسقاط الطائرة فهو أمر حتى الآن مشكوك فيه، والأصابع دائما تتجه باتجاه عصابات إيران أو حزب الله أو محسوبين عليها بإسقاط هذه الطائرة من أجل أن يتم خلط الأوراق في المنطقة وأن تكون روسيا تنتقم مثلا من إسرائيل عندما يعني كانت طائراتها الF-16 تقصف بمنطقة عمل حميميم. يعني يريدون خلق الأوراق، يريدون إذكاء نار القتال في تلك المنطقة من أجل تخريب أي اتفاق بشأن إدلب أو بشأن انتقال سياسي حقيقي في سوريا. نعم، بالرجوع أو بالحديث أيضا عن إدلب، المعارضة المسلحة تنتظر توضيحات بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب، كيف سيكون شكل الاتفاق برأيك؟ الاتفاق حتى الآن بخطوط العريضة التي وقعها الرئيس أردوغان مع الرئيس بوتين هو وقف إطلاق النار وإقامة منطقة عازلة أو منطقة بدون سلاح غير مسلحة، وهذه المنطقة يعني في محيط المنطقة المحررة، تبدأ مثلا من ريف اللاذقية وتنتهي في شمال حلب على عمق 15 كيلومتر بمحور 7 كيلومتر يمينا و7 كيلومتر شمالا، حيث تتولى القوات الروسية حماية مسؤوليات الأمن خارجا من جهة النظام، وكذلك القوات التركية تقوم بتأمين هذه المنطقة أمنيا من جهة الثوار. هذا يعني ما هو واضح حتى الآن، أما بعض التفاصيل الدقيقة يمكن أن تترك للفنيين على الأرض. حتى الآن لم يتلقى الجيش الحر بكامله التفصيل الدقيق حول هذه المسألة، لذلك الجميع ينتظر التفاصيل الدقيقة وآلية العمل وبشكل والجدول الزمني، كل هذه التفاصيل أتوقع يعني بانتظار الوضوح بشكل أكبر. العديد من الفصائل خصوصا فصيل تحرير الشام قال بأن السلاح هو خط أحمر، كيف سيكون التعامل التركي والروسي مع هذه الفصائل التي مناطق تواجدها هي مناطق سينزع السلاح منها؟ السلاح هذا ليست فقرة موجودة، المنطقة العاجلة لا تعني نزع السلاح، هي إخراج السلاح من تلك المنطقة، السلاح الثقيل على أن يتبقى السلاح المتوسط والخفيف بيد المقاتلين في تلك المنطقة، ولكن يتم إبعاد السلاح الثقيل دبابة بي ام بي راجمة صواريخ هاونات إلى خارج المنطقة حتى يكون هناك مسافة بين القوات المتصارعة من جهتين، يعني أن تكون المسافة 15 كيلومتر أو 20 ما بين القوات المتصارعة على كلا الطرفين. نعم، ما هي الطريقة التي سيتم على أساسها فتح الطريق من حلب إلى اللاذقية؟ هل يعني هناك سيكون على حساب مناطق سيطرة المعارضة؟ وأين ستكون العقدة أمام فتح الطريق؟
الطريق من لاذقية حتى حلب هو يمر في منطقة سيطرتين، السيطرة الأولى هي قوات النظام من اللاذقية وحتى منطقة إبدامة غرب جسر الشغور، والمنطقة الثانية تحت سيطرة قوات الثوار من منطقة جبل التركمان ما بين جبل التركمان وجبل الإكراد وحتى الزربة، يعني بعد تراقب هذه أتوقع بأن تكون مسؤولية حفظ الأمن على هذا الطريق حسب المناطق حسب قوات المسيطرة على هذا الطريق، وكذلك الطريق الآخر من حماة باتجاه حلب. نعم العقيد أحمد الحمادي الخبير العسكري السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.